إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، المديرية العامة للسجون تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام. أمر ملكي إنشاء هيئة لتطوير الأحساء والطائف، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيس وأعضائه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. برعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف القادة والخبراء في أول مؤتمر دولي لمناقشة آفاق مستقبل قطاع الطيران. وزارة الداخلية البريطانية تعلن انضمام المملكة إلى دول مجلس التعاون فيما يتعلق بحالة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة. افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 بمشاركة عدد من وزراء التعليم ونخبة الخبراء والمختصين الدوليين. انطلاق أعمال ملتقى القيم المشتركة بين اتباع الأديان الذي تستضيف رابطة العالم الإسلامي في الرياض. هيئة الإحصاء تطلق أعمال العد الفعلي وجمع البيانات لبرنامج سعداد السعودية 2022. منظمة الصحة العالمية تشيد بتجربة المملكة في تطبيق برنامج تطهير الأيدي كأحد الأمثلة الناجحة على مستوى العالم. الأحوال المدنية تطلق الرقم الموحد المجاني 1916 للعناية بالمستفيدين.